جدع. لا لا عزيز اللي مش عارف. بالنسبة لنا وبالنسبة قدر أكبر من يومين. لاعب مصري يكرم ريان المغربي. بطل الأمطار الأخيرة من هو على الصحراوي قائد آخر وأعقد مراحل عملية إنقاذ الطفل ريان. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو تحب ريان ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع الطفل ريان. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. لاعب مصري يكرم ريان المغربي. ألف حسن الشامي مدافع فريق المقاولون العرب المصري لكرة القدم أغنية تكريما لروح الطفل ريان المغربي. وقال حسن الشامي في تصريح له سبارت إنه وجد نفسه ماضيا في كتابة كلمة الأغنية بعدما علم بتفصيل قصة ريان، وأضاف: كنت أرفض مشاهدة فيديوهات الطفل في البر، لكن ابنتي بالصدفة أرتني أحد المشاهد، لم أستطع المقاومة. في اليوم الموالي وجدت نفسي أكتب وكأنني أكتب عن ابني، وتطلب الأمر ساعة واحدة فقط لإنهاء العمل. وتابع اللاعب قائلا إنه يؤلف وغني ذات طابع اجتماعي منذ فترة دون يخرجها إلى النور، مشيرا إلى أنه كتب أغنية عن العم حارس عام مستودع ملابس الأهلي المصري، وألف أغنية عن الأبطال الفلسطينيين الذين هربوا من سجن جلبوع. وأردف اللاعب المصري قائلا: أتمنى إيصال رسالة إلى العرب أننا وطن واحد، وأغنية الملاك ريان لقيت ردود فعل جميلة، أتمنى لوالديه الصبر والسلوان. بطل الأمطار الأخيرة من هو على الصحراوي قائد آخر وأعقد مراحل عملية إنقاذ الطفل ريان. برز في الساعات القليلة الماضية اسم الخبير المغربي في حفر الآبار علي جاجاوي المكنى بالصحراوي، والذي استعانت به السلطات المغربية لقيادة آخر وأعقد مراحل إنقاذ الطفل العالق ريان. وعلي الجاجاوي مغربي في الخمسينيات من العمر، من سكان مدينة أرفوت شرقي المغرب، يمارس منذ أكثر من 20 عاماً مهنة حفر الآبار بطريقة تقليدية يدوية إلى جانب عمله في مجال البناء. ويكنى العم علي الجاجاوي بالصحراوي، ويشتهر بحرفيته العالية في حفر الآبار يدويا والتغلب على المعوقات الطبيعية أثناء الحفر دون الاستعانة بوسائل حفر حديثة. ونظرا لخبرة الجاجاوي في الحفر اليدوي للآبار، استعانت السلطات المغربية به عقب تعذر إكمال مهمة الحفر بواسطة آليات ثقيلة. وظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون قيام الصحراوي إلى جانب شخصين آخرين بحفر المنفذ الأفقي نحو ريان العالق في البئر الجافة منذ أكثر من 100 ساعة، وإزالة الأنقاض يدويا تجنبا لخطر الانهيار المفاجئ. وعلى بعد أمتار قليلة من عملية الحفر اليدوي، وضعت السلطات أسطوانات خرسانية كبيرة لمكان الحفر بهدف حماية فرق الإنقاذ والطفل العالق من أي انهيار صخري محتمل. واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بشجاعة العم علي الملقب بالصحراوي نسبة إلى أصوله التي تعود لصحراء شرقي المغرب، ولاقت مجهوداته شدة مختلفة. هل الخوف الشديد قد يكون سبب وفاة الطفل ريان؟ حالة من الحزن الشديد أصابتنا جميعا منذ سماع خبر وفاة الطفل المغربي ريان. بعدما قضى أياما في البر وبعد دقائق من خروجه من البئر، أعلن الديوان الملكي وفاة الطفل. ويظل السؤال الذي يتردد على الكثيرون: هل من الممكن أن يكون الخوف والفزع هو أحد أسباب وفاة الطفل ريان؟ هل الخوف الشديد قد يكون سبب وفاة الطفل ريان؟ أنا مت من الرعب، كلمة أسمعها دائما، فحسب ما ذكره موقع بريتشور يتعين علينا طرح السؤال: هل من الممكن أن نخاف حتى الموت؟ الجواب: نعم، يمكن أن يخاف البشر حتى الموت. في الواقع، أي رد فعل عاطفي قوي يمكن أن يؤدي إلى كميات قاتلة من مادة كيميائية، يمكن أن يؤدي إلى كميات قاتلة من مادة كيميائية، لكنه يمكن أن يحدث لأي شخص، ويكون خطر الموت من الخوف أو أي عاطفة قوية أخرى أكبر بالنسبة للأفراد الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة مسبقاً. ولكن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة من جميع النواحي الأخرى يمكن أن يقعوا ضحية أيضا. الخوف حتى الموت يتلخص في استجابتنا اللا إرادية لمشاعر قوية مثل الخوف. بالنسبة للوفيات التي يسببها الخوف، يبدأ الموت باستجابتنا للقتال والهروب، وهي استجابة الجسم الجسدية للتهديد المتصور، وتتميز هذه الاستجابة بزيادة معدل ضربات القلب والقلق التعرق وزيادة مستويات السكر في الدم. ولكن كيف تؤدي غريزة القتال أو الهروب إلى الموت؟ لفهم ذلك علينا أن نفهم ما يفعله الجهاز العصبي عندما يتم تحفيزه. في
في المقام الأول في إفراز الهرمونات. هذه الهرمونات التي يمكن أن تكون الإدرينالين أو نواقل كيميائية أخرى تهيئ الجسم للعمل الشيق. ويدعي العلماء أن ما يسبب الموت المفاجئ بدافع الخوف على وجه الخصوص هو الضرر الكيميائي للقلب، حيث أن هذا هو العضو الوحيد الذي يمكن أن يتسبب في الوفاة المفاجئة عند إصابته. الإدرينالين يفتح الكالسيوم للقلب، ومع وصول الكثير من الكالسيوم للقلب يواجه العضو صعوبة في التباطؤ، وهو أمر يمكن أن يسبب الرجفان البطيني، وهو نوع معين من عدم انتظام ضربات القلب. عدم انتظام ضربات القلب يمنع العضو من ضخ الدم بنجاح إلى الجسم ويؤدي إلى الموت المفاجئ ما لم يتم علاجه على الفور. لا يتسبب الخوف فقط في المستويات العالية من الإدرينالين، يمكن أن تؤدي المشاعر القوية الأخرى أيضا إلى اندفاع الإدرينالين. قصة الطفل ريان أحيت إنسانيتنا المفقودة. سقوط الطفل المغربي راح ريان في البير يوم الثلاثاء الماضي وبقائه لمدة 5 أيام متواصلة حتى تم إخراجه بعد أن فاضت روحه إلى بارئها مساء السبت الماضي، جعل العالم بأسره في حالة ترقب وقلق وخوف. ريان ذلك الطفل البريء لطالما عانى من الخوف ما عانى داخل البئر المظلمة، وطاله من الفزع ما لم نستطع عليه صبرا إن عايشناه. أعطى لنا دروس مفادها أن الفطرة الإنسانية والرحمة ليست ميالة إلى الشر والكره، لكنها لوثت بسبب التفرقة والصراعات والحروب التي شهدها ويشهدها العالم. فجميعنا أمضى تلك الأيام يتلهف ويترقب وينتظر، ولو خبر صغير يعلن عن خروج الطفل ريان من البئر المظلم بنجاح ورجوعه إلى حضن والدته والذي سقط فيه بالقرب من منزله بولاية شفشاون شمالي المغرب. وعاش الجميع لحظات سعادة وفرح لم تستمر طويلا، عقبها حسرة وخيبة أمل بعد إعلان الديوان الملكي المغربي عن وفاة الملك البريء ريان. لا شك أن خبر وفاته نزل كالصاعقة على الجميع، ولا نبخس دور السلطات المغربية والجنود المجهولة من الشعب المغربي على جهودهم المذولة في محاولة إنقاذ الطفل ريان، والذين ظلوا يعملون لمدة 4 أيام متواصلة دون توقف أو دون كلل أو ملل. والمؤكد أن الطفل ريان رحمه الله تعالى استطاع توحيد قلوب الكثير حول العالم ليحيي شيئا من الإنسانية التي كانت مفقودة، فقصته أشبه بالملحمة الكبرى شارك فيها الجميع بالدعاء والتضرع إلى الله من أجل إنقاذه من غياهب الجب ورده إلى أهله سالما، حيث وجدنا مواقع التواصل الاجتماعي. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: من هو المتسبب في حالة ريان؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.